مساء الخير. ما فيش أم في الدنيا ما بتتمناش إن هي تشوف ابنها عريس وتفرح بيه ومفرحه، خصوصا لو كان ابنها البكري وأول فرحتها زي ما بيقولوا. لو ركزتوا على ملامح أي أم في يوم فرح ابنها وهي بتسقف كده وتزغرط وتعيط، بتعمل كل حاجة في وقت واحد، بتحسوا إن هي طايرة، تبقى طايرة في السماء بجد. بس مدام زينب بطل القصة حقيقية النهاردة، لما ابنها الكبير جه فتحها في موضوع جوازه وقال لها انه اخيرا لقى بنت الحلال، قالت له يا ريتني كنت مت قبل ما اشوف اليوم ده. جملة غريبة قوي فعلا، مش منطقي ان اي ام تقولها. طب ايه اللي يخليها تقول كده؟ تعالوا نسمع حكاية مدام زينب ونشوف بعتها تقول لنا ايه. أنا الحاجة زينب وعندي 50 سنة، اتجوزت وأنا صغير كان عندي 22 سنة، وبعد الجواز ب10 سنين مات جوزي الله يرحمه، ساب لي ولد وبنتين عبد الرحمن وسلمى وياسمين. كنت لسه صغيرة وقتها وعليا العين وناس كتير اتقدمت لي، رغم ان معايا 3 عيال وشلت تقيلة زي ما بيقولوا، كانوا بيتقدموا لي اكمني حلوة، بس انا قلت من بعد حسين جوزي الله يرحمه مش ممكن، مش ممكن راجل تاني يلمسني، مش هجيب لعيالي جوز ام الله اعلم هيعاملهم ازاي، مع ان كل اللي اتقدموا لي كانوا بيحلفوا بأي كل ايمانات المسلمين انهم هيعاملوا عيالي احسن معاملة كأنهم عيالهم بالظبط، بس انا برضو قلت لا. شقيت على عيالي، كنت بشتغل اكتر من شغلانة، خياطة وبياعة وسمسارة، دخلت جمعيات وكنت بحط القرش على القرش لحد ما الحمد لله ربتهم بالحلال، ومحدش فيهم كان بيطلب حاجة الا وبجيبها له، محدش من عيالي اتحرم من حاجة، وتربوا ان تكون عينهم مليانة الحمد لله، لحد ما التلاتة اتخرجوا من كليات وبقى معاهم مؤهل عالي. ابني الكبير خريج صيدلة، والوسطانية خريجة اداب، والصغيرة في اخر سنة في كلية تربية. الله عليك، الله عليك يا حاجة زينب، ست مصرية اصيلة، فضلت تعافر تنحت في الصخر لحد ما وصلت ولادها لبار الأمان وما مدتش إيدها لحد. لحد هنا والحكاية ماشية حلوة اهو، كلنا بقى عايزين نسقف لك، بس تعالوا نعرف إيه اللي حصل، إيه اللي حصل وخلاها مش عايزة تفرح بابنها. لازم نكمل رسالتها للآخر عشان نعرف، تعالوا نكمل. قبل ما احكي لكم على المشكلة اللي بيني وبين ابني الدكتور عبد الرحمن، عايزة اقول انه انسان ما فيش زيه، طول عمره بتاع ربنا، من وهو لسه صغير كان ما يصليش غير في الجامع، الفرد بفرده جماعة، حتى صلاة الفجر لما كان لسه صغير والدنيا ضلمة وكان بيخرج من البيت لوحده ويروح يصلي ويرجع تاني من غير ما يهمه ضلمة ولا برد، كان طالع لأبوه الله يرحمه، كنت ببكي يا سالي بالدموع وانا بشوف فيه تصرفات بتفكرني بابوه واقول يا سبحان الله اللي خلف ما ماتش. صحيح ربنا خد مني جوزي حبيبي، بس عوضني بابن هيكمل نفس مشواره بنفس الاخلاق والتدين، ده غير انه من صغره وهو طوع ليا وراجل يعتمد عليه في كل التصرفات، لدرجة أني كنت بحسه أكبر من سنه بكتير، كان يخلص مدرسته ويرجع جري يقف معايا يساعدني في الشغل، وربى معايا أخواته البنتين وكان بالنسبة ليهم أبوهم وأخوهم الكبير، كان بيساعد في تنظيف الشقة وشغل البيت، كان حرك وشاطر وبيشتغل ويحوش وشايل نفسه بنفسه من غير ما يقول أنا عايز، وفوق ده كله يا سالي كان بسم الله ما شاء الله شاطر ونبيه، كل مدرسينه بيحبوه
وفي منهم مدرسين الله يبارك لهم كانوا بيدوه دروس خصوصية بالمجان من غير ما باقي زمايله يعرفوا. كان دايما من الأوائل لحد ما جاب مجموع كبير في الثانوية العامة ودخل صيدلة. لكن عمري ما كنت أتوقع إن إنسان طيب ومحترم وبتاع ربنا يفاجئني بيوم من الأيام بإنه عايز يرتبط ببنت. استغفر الله العظيم. كانت ماشية ماشية بطال. طب يعني إيه ماشية بطال يا أم عبد الرحمن؟ وابنك عارفها منين؟ طب هو عارف إن هي كده؟ تعالوا نكمل. البنت اللي بكلمكم عنها كانت سمعتها مش كويسة في المنطقة، وأنا معايا بنتين زيها، يعني مستحيل أظلم بنات الناس أو أخوض في سيرتهم بالباطل. اتعرفت على ابني في الصيدلية اللي شغال فيها، كانت أمها تعبانة ومحتاجة حد يطلع لها البيت عشان يديها الحقنة ويقيس لها السكر والضغط. من هنا حصل التعارف. كل ده من غير ما يكون عندي علم، لأني أكيد مش هراقب ابني وأسأله كل يوم أنت النهاردة عملت إيه؟ رحت لمين؟ لحد ما في يوم لقيته بيقول لي شكلك هتفرحي بيا قريب يا أم عبد الرحمن. قلبي ساعتها كان هيقف من الفرح، ولقيت دموعي بتنزل مني من غير ما أقدر أتحكم فيها. قلت له بجد؟ مين بنت الحلال دي اللي أمها ده عيالها؟ قال لي فلانة. قلت له فلانة مين؟ قال لي فلانة، فلانة الفلانية بنت كذا وكذا. لحد ما اتأكدت هو بيتكلم على مين. ساعتها حسيت إن الدنيا بتسود في عيني والأرض بتلف بيا. وقلت له مش لاقي غير دي؟ دي سمعتها على كل لسان، أنت اتجننت؟ ولا هي سحرت لك ولا إيه؟ إيه اللي حصل بالظبط؟ فضلت أبكي وأصرخ وأقول له يا ريتني مت، يا ريتني مت قبل ما أشوف اليوم ده، ده أسود يوم في عمري. لما إخواته البنات اتلموا على صويتي هما كمان اتخضوا وقالوا له مستحيل، معقول أخونا المحترم اللي مليون بنت تتمناه يقع وقعة زي دي؟ أنت يا عبد الرحمن اللي بتفكر تتجوز واحدة زي دي؟ ساعتها كانت أول مرة أشوف فيها ابني بالحالة دي. قام واتجنن وضرب إخواته وقال لهم اخرصوا، اللي أنتوا بتتكلموا عنها دي هتبقى مرات أخوكم، أنتوا فاهمين؟ وساب البيت وخرج. بدأت أخد ابني بالهداوة عشان أفهم منه القصة، وعرفت أنه على علاقة بالبنت دي من فترة، كان بيتابع حالة أمها المريضة كل يوم. مع الوقت عرف قصتها، عرف عنها كل حاجة بالتفصيل، وعرف أن الظروف هي اللي حكمت عليها تكون كده. شغل الكتب والروايات والأفلام الأبيض وأسود نقحوا عليه وقال فيها إيه؟ فيها إيه لما ندي إنسانة زي دي فرصة تكون إنسانة صالحة وناخد بإيديها؟ لو كلنا حكمناها وفضلنا نحاسبها على ماضيها عمرها ما هتفتح صفحة جديدة وهتفضل طول عمرها كده. لكن لو حد واحد بس كان شجاع وخد خطوة إنه يمد ليها إيده، مش بس هياخد ثوابها لكن هياخد ثواب أمها المريضة وثواب الأطفال اللي هيجوا من البنت دي وهيبقوا أطفال صالحين. بدل ما نفضل نحاسبها ونلعنها على ماضيها وتفضل وحشة وعيالها يبقوا مش كويسين. كان كل مرة ابني بيحاول فيها ان هو يقنعني بحس ان قلبي هيقف من القهرة، وضغطي وسكري كانوا بيعلوا. مفيش اي كلام اقوله ينفع معاه. كنت اقول له يا ابني العرق ده الساس، مش دي اللي تستاهل تشيل اسمك؟ يقولي ربنا غفور رحيم وبيغفر الذنب، واللي يساعد انسان على الخير ربنا هيقف جنبه ويجازيه أضعاف مضاعفة. أقول له يا ابني كلام الناس، يقول لي يولع كلام الناس، الناس كده كده عمرها ما بطلت كلام، هي دي حياتي مش حياته. أقول له يا ابني كلامك ده ينفع في الأفلام والكتب لكن الواقع حاجة تانية، لو عايز تساعد واحدة زي دي ساعدها بقرشين، ساعدها بنصيحة وكلمة طيبة لكن مش نتجوزها. يقول لي الإنسانة اللي مش عاجباكي دي معايا تحولت لواحدة تانية، بقيت بتصلي وتعرف ربنا وكل حاجة فيها اتغيرت. قلت له صارحني يا ابني أنا أمك، في حاجة حصلت بينك وبينها؟ قال لي إيه اللي بتقولي ده؟
وسابني ومشي. جبت اخري، رحت للبنت دي هي وامها وهددتهم، قلت لهم انا ابني ده شقيت عليه بعمري كله، حرمت نفسي من كل حاجه حلوه عشان اربيه هو واخواته، ربيتهم احسن تربيه، والجوازه دي لا يمكن تتم. انا مستعد اقتل او اتقتل بس احافظ على ابني، ومش هقبل اموت بقهرتي، انتوا فاهمين؟ والغريب ان البنت وامها ما غلطوش فيا ولا ردوا على كلامي باي تعليق، كان كل كلامهم انهم مش هيقدروا يغلطوا فيا، وخدي واجبك وقولي اللي انت عايزاه وليكي كل الاحترام. لما ابني عرف وجه عاتبني قلت له انت لسه شفت حاجه، انا فعلا هقتلهم، ولو الجوازه دي تمت انت اللي هتكون ابني ولا عرفك. قال لي يبقى انت يا امي اللي اخترتي، انا هفضل طول عمري ابنك وخدامك، واي حاجه تأمري بيها هعملها الا الموضوع ده. وساب البيت بقاله فتره. انا حاسه اني هموت يا سالي، حاسه ان ابني اتسرق مني واتنصب عليه على قلبه واتنصب عليه في مشاعره، ومش عارفه احمي، حاسه ان شقى عمري وتعبي وتربيتي راحوا هدر. قولولي اعمل ايه؟ رساله صعبه قوي قوي قوي. لحد هنا وخلصت رساله الحاجه زينب، رساله صعبه بتخلينا كلنا نشوف نفسنا على الحقيقه، بتبين الفرق بين الكلام النظري اللي دايما بنقوله في الكتب والافلام والنهايات السعيده والحاجات المثاليه اللي بنعيش فيها، بين تصرفات البشر على ارض الواقع. زي ما الست زينب قالت لابنها، لدرجة اني فعلا حاسة اني محتارة. انا كمان جوايا نصين عكس بعض، يعني نص مع الست زينب لو انا حطيت نفسي مكانها كأم او اخت لدكتور عبد الرحمن، ونص تاني مع عبد الرحمن اللي بيفكر بطريقة برضو عكس المجتمع، عكس الطريقة اللي احنا بنفكر فيها، يعني بنفكر بيها وبنفكر فيها وبنفكر قدامها هيبقى عامل ازاي، نظرته للناس اللي ليها ماضي صعب حتى لو اتغيروا وتابوا. طب هو احنا مش بنفرح بتوبة الناس اللي بتبقى وحشة او عاصية او مجرمة؟ بنحاول نساعدهم على قد ما نقدر انهم يبقوا يفتحوا صفحة جديدة وندمجهم في المجتمع ويبقوا وسطينا، بس ممكن نتجوزهم؟ ممكن نقبلهم معانا في عيلتنا؟ اسئلة كتير قوي في حكايتك يا ست زينب مش عارفة اجاوب عليها لوحدي، محتاجين نفكر كتير قوي، احتاج لأهل الدين، احتاج لأهل الصحة النفسية عشان يساعدوني.